ليلى! ليلى! سلامة! سلامة! أنا هنا يا سلامة! سلامة! خلي الكلاب بتوعك دول يطلعوا جيبوها بدل ما أفجر نافوخك. بتعمل كده عشان واحدة؟ اخرس! اللي بتتكلم عليها دي ليلى بنت حتتي، يعني ضفرها برقبتك ورقبة اللي خلفوك. يا وسخ، تشطر على النسوان وعامل لي فيها كبير. ها؟ الكبير كلامه مع الرجالة يابا. وهو أنا كنت لقيت لها راجل وما كلمتوش؟ ما أنت لو راجل كنت عرفت. بس أنت بتتعامل مع النسوان وكلامك كله مع النسوان. على الحرام من ديني لا أعمل معاك الغلط. اللي بتعمله ده مش حلو. أنت كده بتخلق عداوة بيني وبينك. ايه؟ بس ارجع يا ارجع يا بل ارجع ارجع بدل ما افكر نفوخه. ايه؟ خلي السنيورة تطلع تنده. وانا طلعها هاتيها بسرعة. طيب يا سلام، مش حلو اللي بتعمله ده. احنا في النهاية ملناش غير بعض. طب ما من الأول. تعالي معايا ليلى، تعالي. طب نزل السلاح. نزله حبيبي. خلاص؟ السنيورة ايه؟ ايه؟ لسه برضو؟ خلاص؟ خدت اللي انت عايزه؟ بس خلي بالك يا سلامة، اللي حصل ده مش كويس ومش هيعدي على خير. من قال لك اني اعديه؟ انا لسه ما خدتش حقي. كل ده وما خدتش حقك؟ امال انت مفكر ايه؟ وانت تيجي كده تاخد بنت حتتي وتحبسها عندك والموضوع يعدي عادي؟ بس اقول لك ايه؟ وانت فرفور ما تعرفش ولاد البلد بيعملوا ايه؟ اقول لك، انا هدعي لك ان شاء الله ربنا هيدخلك فسيح جنته. اوعدك إن إحنا هنتقابل في جهنم وقريب قوي. لا إله إلا الله محمد رسول الله. يا سلام. يلا بيت ماشي.